هكذا واجدين. وهنايا درت شويه تاع الخيار، قطعته هكذا صغير، شوفوا قطعته صغير بزاف. وعندي شويه تاع لا طوماط قطعتها تانيك. هنا عندي شويه تاع الكاشير، كاشير يعني انا هذا الكاشير تاعي الي بيكون. وعندي شويه تاع طوماط، لا طوماط هذه الصفراء. وعندي تانيك لا طوماط سوريز تانيك هذه الحمراء. وعندي شويه تاع افوكا قطعته تانيك صغير كما راكم تشوفوا. عندي شويه تاع لا بيتراف قطعتها تانيك صغير. وعندي دي ترونش دو داند شريتهم هكذا كما قلت لكم، يعني يتباعوا في اي اسواق في المحلات. وعندي تانيك زيتون خضر، عندي هذا لو اوشوا هذا. وعندي زيتون كحل. عندي تانيك لا مايونيز، شويه تاع لا مايونيز فوالا. يعني نغسل غير يدي هكذا كي حكمت هذا وسخن شويه. وعندي تانيك كيما يقولوا لي كورنيشو. وعندي شويه تاع المايس. وعندي تانيك شويه تاع لو طون الويل فوالا. عندي تانيك شويه تاع لو سيترون، شويه تاع الخل، وشويه تاع الخل هذا ناتور. وشويه تاع الملح فوالا. دوك نفوتو مباشره طريقه التحضير. انا نروح نقطع لا طوماط هذه هكذا جوست على زوج. باسكو استغلت الفرصه نستعمل هاد لا طوماط باسكو راهي بدات كيما يقولوا بدات تبل شويه هكذا كوم سا، باش ما كيما يقولوا باش ما نرميوش فوالا. هكذا ونزيد نحكم شويه تاع لي كورنيشون، ونزيد بيان سور ايفيدامون نغسلهم، ومن بعد نقطعهم قطع صغيره جدا. فوالا نورمالمون هذا ما عندي بور لانستون. عندي تانيك ثلاثة حبات تاع الزيتون نقطعهم تانيك صغار هكذا. بعد ما قطعت كل قطع صغيره نحكم لو ريسيبيون تاعي، نبدا ندير فيه الخيار، ومن بعد ندير لا طوماط، ندير الكاشير كما قلت لكم انا درت الكاشير لي ان بو بيكون، وندير الزيتون كما راكم تشوفوا في لا فيديو. بصح لا بيتراف هذه نخليها باردون حتى الاخر باش ما تخسرليش لا كولور تاع الخضر تاعي فوالا. هنايا زدت لافوكا ونزيد لي كورنيشون ونزيد كل المقادير غير لا طوماط سوريز هذيك الحمراء و لا بيتراف نخليها على فا. نبدا نخلطهم غير بالعقل باش ما نفسدهمش، ان لافوكا يعني خفيف. وعندي تانيك لو مايس انا بعد ما غسلته بيان، ودوك نزيد عليه هذا لو مايس انا نحبه بزاف هكذا، ونزيد عليه
لو طون هذاك تاعنا هكذا، يعني انا ندير غير شويه شويه هكذاك باش ما تبقاليش. انا جي با بوكو دو ممبر دو فامي، اوني دو ديكو لا سالاد اذا درت لها الخل ما تبقاليش، تبقالي صامطه. فوالا هنا نروح ندير شويه تاع لا مايونيز ونزيد عليه شويه تاع لو سيترون. هكذا انا نحب الموت على السيترون دي يكون ندير فوالا، نعاود نخلط هكذا، ندير شويه تاع الملح هكذا، وندير شويه تاع لا فينيغريت هذه غير شويه. ونزيد ندير شويه تاع خل التفاح فوالا. هنا بعد ما خلطنا كل المقادير يعني كل الخضر تاعنا، انا خليت لا بيتخاف تاعي الاخرى لانها لو كان نخلطها بزاف يعني لا سلطه تاعي تولي لي كامل حمراء كما على بالكم، لا بيتخاف يعني طلق الماء، وخليتها ما خلطتهاش بزاف غير بالعقل برك يعني جوست بور لا كولور. ونروح نعمر ديريكتومون لا دانت تاعي. بعد ما عمرت كامل لادان تاعي هنايا حكمت ان بلا، وحكمت يعني عندي سلطه اللي نستعملها لي زوندي، ودورتهم كامل في البلا تاعي، ودرت لادان هذوك فارسي درتهم في الوسط يعني درتهم تزيين خفيف ظريف، يعني غلقتهم بالكوردون شويه تاع او ديبي درت لها شويه تاع الزيتون، مي بصح ما بغاش ما يحكم لي ما حكمليش بزاف ما حكمليش مليح فوالا. دوكو درت لي كورنيشون حكمت شويه وقطعتهم وهكذا شرائح، وغلقت بهم لي كوردون يعني ساتيام بيان، وزينت بشويه زيتونه يعني زيتون كحل وشويه طوماط سوريز من الفوق، ودورت هكذا شويه تاع زيتون كحل. باركونتر هكذا زيتون خضر درت غير ثلاثة حبات ولا هكذا ثلاثة حبات، على خاطرش درت الداخل يعني قطعت زيتون خضر للداخل ودرتو كامل، ديكو ما بغيتش ندير بزاف من الفوق. هنايا من الفوق درت شوية قطعت شوية تاع المعدنوس درتو من الفوق لتزيين بارك، وهنايا درت شوية تاع لي زيرب دو بروفونس، انا نحبهم بزاف في السلطة يعني طلقوا واحد البنة روعة. هنا حبيباتي لحقنا لاخر الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله نتمنى هاد الاكله ولا هاد السلطه عجبتكم نالت اعجابكم، يعني هكذا في رمضان كل واحد فوالا كي واحد يبارطاجي هكذا واش داريتو سانو دون ديزيدي لكل مرا اللي طيبتو.
إذا لحقنا الآخر الفيديو تاع اليوم، نتمنى هذه الوصفة عجبتكم. صحة رمضانكم، صحة فطوركم، وصحة سحوركم. باي.